المجاهد أين يخطئ أكثر ما يخطئ؟ يبطش، يظلم، يتكبر، هذه أخطاء المجاهد، لأن لهذا السلاح ما هي؟ نشوة، كنشوة الخمر. واحد لما يشرب خمر إيش يصير فيه؟ يسكر، ما يدرك الواقع. أيضا هذا السلاح إن لم يكن بتقوى الله سبحانه وتعالى يعطي صاحبه نشوة. أين الخلل؟ ليش دائما المجاهد بسبب طبيعة الحياة والجو المحيط به يركز على ماذا؟ على آيات الصبر، على آيات الإقدام والتضحية، على آيات الشهادة، على آيات الجهاد وحديث الجهاد، فيأخذ ماذا؟ بعضا من الإسلام ويركز عليه، فيتضخم لديه، يظن أن هذا إيش؟ الإسلام كله. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الجيل الذي يكون على يديه التمكين له صفات، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. فأعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم هي صفات ضرورية لكن غير كافية. أين يقع المجاهد بالفخ؟ ينسى أذلة على المؤمنين، ينسى يحبهم ويحبونه، فتجد يقول أنا أضحي، أنا أقدم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، فيتعاظم لديه نفسه ويبخس الناس أشياءهم، فيحتقر المعلم، فيحتقر الإغاثي، فيحتقر الطبي، فيحتقر غيره من الفصائل التي لا تملك جرأته وشجاعته. هذا مدخل من مداخل إبليس. فلما يتبع خطوات الشيطان في هذا الأمر ما الذي يضيع منه؟ احنا كلنا قل اتباع خطوات الشيطان تضيع جزء من الشريعة. ما الذي ضاع منه؟ أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين كله.